أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونستكمل الحديث في فقرة طبيبك في العيد. زي ما اتكلمنا ان احنا دايما عندنا في مصر ويمكن في الوطن العربي كله عندنا موضوع ان في بعض العادات يمكن موجودة من ايام كمان الدولة الفاطمية، اللي هي قصة الكحك والغريبة والبسكوت، وان احنا سواء نعمله في البيت او نشتريه جاهز، ولكن للأسف بيحصل إسراف كبير جدا فيها وبناكلها بكميات كبيرة جدا، وده طبيعي جدا انه يكون ليه أضرار على الصحة. النهارده هنتكلم في نقطتين مهمين جدا، هي اضرار الحاجات دي على صحتنا، والحاجه التانية ان احنا بيحصل عندنا زي دروب، بيحصل نقله من رمضان للعيد في طباع الاكل وطرق الاكل ونوعيه الاكل ومواعيد الاكل في كل شيء. عايزين نعرف تاثير النقله دي ونتفادى اي اضرار تحصل منها ازاي. ولكن بدايه اسمحوا لي ارحب بضيفي الكريم دكتور صبحي محمود، استشاري البطنه والكبد. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. حضرتك ما تعرفش انا سعيد قد ايه بلقاء حضرتك النهارده، يعني بيك. انا اسعد بجد، والله يعني الله دايما يكرمك. دايما ان احنا لينا حلقه قبل العيد كده بتبقى بتفرح، يعني هي دي فرحه العيد اصلا. الله يخليك يا استاذ. الله يكرمك يا دي دكتور. الصحه المصحوبه بالجمال. صحيح. الله يكرمك يا دكتور. الله يكرمك. يا اهلا بيك دكتور صبحي. يعني يمكن زي ما احنا بنقول كده ان في بعض العادات والتقاليد اللي احنا بنبقى دايما متمسكين بيها، وهي حاجه جميله طبعا، اللي هي زي ان احنا بنجيب الكحك والبسكوت والحاجات دي كلها. وفي حاجه تانية برضو، احنا دلوقتي حاليا بنودع رمضان وبنستقبل العيد، يعني وكل عام وحضرتك بخير والمشاهدين كلهم بخير. في تغير كبير بيحصل بين عاداتنا في الاكل في رمضان وفي العيد، تمام؟ عايزين نعرف تاثير التغير ده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. احنا في رمضان كمسلمين اساسا بنصوم رمضان ايمانا واحتسابا. صحيح طبعا. ده بيخلينا بنخش بمشحونين ايمانيا، وطول 30 يوم كاننا راكبين طياره ومحلقين على ارتفاع 30,000 قدم كده. نعم. وفي دنيا تانيه وجو حلو ومتجمعين كلنا مع بعضينا، الاسر والناس كلها ايه قاعدين في جوده. صحيح. ودلوقتي حان الان الوقت ان الطياره تهبط وننزل لارض تاني. صحيح. ونعيش حياتنا تاني. من الحاجات المحزنه قوي ان الواحد بيزعل وهو رمضان ماشي والله بس دايما. بس هي دي الدنيا. سنه الحياه طبعا. سنة الحياة. طبعا طبعا. بس رمضان انت لو تلاحظ يا محمد، لا اله الا الله رسول الله. الجهاز الهضمي اللي حضرتك اشرت ليه دلوقتي. نعم. يختلف عن كل اجهزه الجسم في رمضان. تمام. بمعنى عندنا جهاز تنفسي شغال سواء رمضان او غير رمضان ما بيشتغل. صحيح صحيح. الجهاز الدوري القلب والاوعيه الدمويه وكده هون شغال في رمضان في غير رمضان زي بعض. الجهاز البولي، الجهاز العصبي، كل اجهزه الجسم رمضان غير رمضان زي بعض. تمام. لكن الجهاز الهضمي يختلف، اصبح ليه مواعيد عمل ومواعيد راحه. تمام. اصبح من السحور من الفجر لغايه المغرب قفل الدكان، قفل الباب، مفيش دخول لا مأكولات ولا مشروبات، فبالتالي مفيش عمل للجهاز الهضمي. راحة. نعم. طب ما دي تلفت النظر. رب العزة سبحانه وتعالى اللي خلقنا أدرى بينا، فرض علينا إن إحنا ندي للجهاز الهضمي فترة راحة إجبارية. تمام. ماشي. علشان إيه؟ عشان بعد كده ترجع تاني وتستمر عملية نقدر نستكمل باقي السنة بقى. بعد ما يكون ارتاح الجهاز الهضمي. صحيح. من المشاكل اللي احنا كنا عملناها له طول 11 شهر اللي فات. تمام تمام. هل هي فترة راحة؟ ولا هي عبارة عن، عارف البنوك لما بتقفل الباب الخارجي ويكون عندها عمل داخلي؟ لازم يخلص العميل اللي في الداخل ولكن ما يستقبلش حد تاني من الخارج. مش كده؟ صحيح. لازم يشتري شغل داخلي. نعم. فعلا رمضان احنا بنصوم عن الاكل والشراب لمده حوالي 16 ساعه. صحيح. ماشي. 16 ساعه دول هل الجهاز الهضمي ما بيشتغلش؟ لا طبعا. من الحكم وسبحان الله ومن الاسرار العجيبه، وعشان نعرف يعني ايه عظمه ربنا سبحانه وتعالى، ما فرض علينا الا لمصلحتنا. صحيح. ان فعلا في عمل داخلي. يعني عشان اقرب الموضوع شويه، طول السنة احنا بناكل كالوريز وحاجات كده هون أكتر من الطاقة اللي بنخرجها. تمام. الطاقة اللي داخلة أكتر من الطاقة اللي إيه اللي خارجة، فممكن الواحد يتخن شوية، يسمن شوية، تزيد نسبة الكوليسترول، تزيد الدهون الداخلية. صحيح. الدهون الثلاثية، يحصل شوية تصلب شرايين شوية كده هون، يحصل دهون على الكبد هنا، يحصل كذا. طول الإيه 11 شهر. تمام. الشهر ده يبدأ إعادة تدوير والتعامل مع خلايا الجسم بشكل
يعني جميل جدا وشكل ملفت نظر. نعم. لدرجة كتير قوي من العلماء في العالم درسوا الموضوع بتاع الصيام، لأن الصيام موجود في كل الأديان. تمام. ماشي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. نعم. أياما معدودات. ماشي. فكان لازم ملفت للنظر إن الإيه الناس تفكر إيه فايدة الصيام. ماشي. تمام. لدرجة إن في 2016 عالم ياباني يوناشيرو أسونومي. تمام. اسمه كده، خد جايزة نوبل في حاجة اسمها أوتوفاجي، اللي هو إزاي الجسم بيجدد الخلايا بتاعته، يتخلص من الخلايا الميتة أو الخلايا. نعم. اللي هي اتكسرت اتبهدلت كده هون. تمام. بما فيها الخلايا اللي قد تكون سرطانية ولا حاجة. تمام. أو هتحول كده هون، بيبتدي يتخلص منها في فترة الصيام. تمام. سبحان الله. ماشي. يمكن حتى دلوقتي يا دكتور برضو بدأوا يتخذوا الصيام كعلاج أصلا، يعني حتى في الـ في الـ تيجي تلاقي حاجة من أنظمة الدايت يقول حاجة الصيام المتقطع، فهو يعني على اختلاف أشكاله برضو بيبقى في الأول وفي الآخر هو الصيام. بالظبط. فبياخدوه كعلاج طبعا. بالظبط. هو صوم وتصحه. نعم. وربنا سبحانه وتعالى أغنى عن عبادتنا، أغنى عن هو ما يفعل الله بعذابكم. صح. ماشي. فبالتالي الصيام خلى احنا عدنا شهر دلوقتي، سلوكنا المفروض يكون اتغير. نعم. تصرفاتنا، لمة العيلة، الأكل. نقطة تانية برضو اللي هو ارتباط الأكل بالراحة النفسية. نعم. مش انت مستعجل بتاخد سندوتش بسرعه عشان ترجع مش عارف ايه، او بتاخد بيبسي وكدهون، او بتاخد كدهون انت في العربيه وانت سايق كدهون كويك ميل مش عارف ايه، يعني الحاجات اللي هي الجاهزه السريعه دي. ماشي. لا، ارمي ده كله على جنب. شهر نبتدي نتجمع العيله مع بعضها، نفطروا مع بعضيهم، مستنيين المغرب قد ايه، يقول الله اكبر. صحيح. وكان يعني شوف الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي، ما زالت امتي بخير، معنى الحديث طالما بكروا بالفطور وعجلوا بفطور واخروا السحور. نعم. وكان بالدقيقه. نعم. يعني انت ايه تبكر بالفطور اول ما المغرب يقول كده الله اكبر، كان بالدقيقه، كان مواعيد عمل بالدقيقه. صح. وتاخر السحور لغايه اخر الوقت، يعني خد بالك، فكان كمان عدم العمل بالدقيقه. الجهاز الهضمي في شهر رمضان بيبقى في يعني تجديد للنفس تاني، فتره اعاده ترتيب المخزون هنا والمخزون هنا، اعاده تجديد الخلايا. ماشي. تمام. ضيف عليها بقى ان الانسان جسد وروح. نعم. ماشي. شهر رمضان يمتاز بايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. طبعا. ماشي. زي ما الجسد علاج والصيام، الروح غذائها القرآن. صحيح صحيح. فتبص تلاقي ان صلاه القيام، صلاه التهجد في رمضان مطلوبه كده بالذات في رمضان. ماشي. بيلتقوا بيجمع كيان الانسان حتى نفسه. الفجر اكتر اكتر وقت هتلاقي حاجه الناس محافظه على صلاه الفجر هو في رمضان، يعني مثلا. صحيح. فالمقصود ان احنا كنا فعلا في افاق عاليه. نعم. كان التناغم والتوازن بين الروح والجسد بتاع الانسان لوحده، المحافظه على جسم الانسان من جوه، ده حاجه بتحصل من غير ما تحس انت بيها، سبحان الله رب العالمين. صحيح. ماشي. وجه الوقت ان احنا بقى هننزل الارض تاني. يعني زو تشبيه جميل والله، يعني نقدر نقول ان احنا دلوقتي الكابتن بيبلغ برج المراقبه بالهبوط، عمليه الهبوط، فعايزين نخلي المدرج بقى، نعمل ايه عشان ننتقل من هنا لهنا. طبعا انت تلاحظ كده ان احنا كنا طول النهار في رمضان صايمين. صحيح. مفيش اكل ولا في حاجه داخله البطن. طبعا هنبدا دلوقتي طول النهار بناكل. صحيح. بالك هنعكس الوضع، اتغير خالص. لكن ناخد حاجات من رمضان تفيدنا صحيا ليه من دلوقتي ابتداء من بكره طبعا. نعم. كانت من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم انك انت تبدا فطارك انت صايم، لكن ما تهاجمش على الاكل. مش الله اكبر تهجم على الاكل. صحيح. من السنه ايه؟ التمرات. نعم. مع كوبايه ميه، وتصلي الاول بعدين ترجع. طيب. كان مطلوب تهيئه. نعم. نفسك. أنا هستأذن حضرتك ناخد فاصل ونرجع تاني. أعزائي المشاهدين، ناخد فاصل ونرجع لكم سريعا.
رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وبجدد ترحيبي بيكم وترحيبي بدكتور صبحي. اهلا بحضرتك مره تانية اهلا يا بيك دكتور. حبيبي، اهلا بيك حبيبي. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن ان احنا ازاي نهيئ نفسنا من الخروج من رمضان بعادات الاكل اللي احنا كنا متابعينها في رمضان وعادات التغذيه الى دخول العيد. وحضرتك يمكن ذكرت ان احنا في رمضان المفروض الصح ان احنا ما كناش اول ما المغرب يبدا نروح ناكل لا بشراهه، بالظبط فعايزين نعرف بقى ايه بالظبط. المفروض. من السنه في رمضان، يعني المبدا اساسا ان احنا شهر رمضان شهر تدريب. نعم شهر تدريب لينا ازاي ناكل اكل صح، ازاي نعيش حياه صحيحه، ازاي نتعامل كده اسريا ونتعامل كده في مجتمعنا وكده. هو تدريب. خرجنا من التدريب هنخش بقى ايه تمام، في الحياه. الممارسة تمام. بقى اللي احنا اتدربناها المفروض فبالظبط يعني. كده. فمن ضمن التدريب ان احنا كنا في رمضان بنبدا ازاي اكلنا، بناخد تمرات تمام، شويه ميه وبعدين نصلي وبعدين نرجع نبدا ناكل، يعني حوالي بنهيئ 10 دقائق بنهيئ المعدة، يعني نقدر نقول ان احنا بنهيئ المعدة. بالظبط. نعم هي دي الكلمه، تمام تهيئه نفسك وتهيئه الجهاز الهضمي انه بيبتدي ايه ياكل، تمام مش على طول تك كده. هو يعني ايه من مكان صامت خالص ويعتبر يعني في حاله ارتخاء وحاله ذوق وتبدا ايه باكل دسم كده وحاجات زي كده. صحيح. المفروض نعم فيه تهيئه زي الطياره، ما احنا كنا بنقول احنا كده محلقين على ارتفاع كبير، لما بتيجي تنزل الطياره تنزل بتنزل تدريجي بالتدريج. تدريجي طبعا. تمام. فاول حاجه التهيئه زي ما انت قلت، ان احنا نتعود ان اكلنا يكون بالتدريج. انت نعم عارف ان في ناس في الشام يمكن كده لازم يديك الاول ايه السلطات والحاجات دي كده، صح عقبال الوجبه صح الرئيسيه. صح ودي حاجه بيهيئ كويسه دايما معدته بحاجات بسيطة في الأول. بالظبط كده. فدي تمام اول حاجه ناخدها، ان احنا صلاه العيد الفطر ان شاء الله ربنا يفتح المساجد تاني يا رب. امين يا ويرفع رب الغم علينا. امين. كان من السنه انك انت قبل ما تنزل الصلاه تاخد شويه ميه او تمرات او كحكه من البسكوت كده، بسكوت صحيح حاجه صغيره، وبعدين تنزل تصلي، وبعدين ما تيجي ترجع بقى تفطر. تمام ماشي. فهي اول حاجه انا اقولها التهيئه، ان في اي وجبه في اي وقت في اي وقت ده محتاج تهيئه قبل ما تاكل. نعم لازم يكون في تدريج، واكلك برضه لازم يكون في تدريج. ما تبداش بالحاجه الدسمه، ما تبداش بالحاجه اللي هي صعبه الهضم، ابدا بالحاجه اللي هي للتمرات. ليه؟ عشان سهل الهضم، بتدي شويه سكر بسرعه، نعم شويه ميه كده لينت. عارف ان انت بتركب عربيه جديده وعايز تمشي، بالضبط مش لازم تلين، التليين في الأول طبعا. نفس التشبيهات. تمام لكن من رمضان كنا بنهيئ نفسنا قبل ما نبدا الوجبه الرئيسيه. تمام تمام مع فرحتنا كلنا بالعيد وكحك طبعا العيد والحاجات الحلوه دي، لكن القاعده في ايه؟ القاعده في اننا مع عدم الاسراف، كلوا واشربوا ولا ولا تسرف. تسرفوا. نعم جسم الانسان كله والجهاز الهضمي بالذات، اللي احنا كنا بنتكلم لسه وضحت لك ان الجهاز الهضمي هو اكتر حاجه مستفيده في رمضان. نعم ماشي. صحيح معتمد على الانتظام، لازم يكون في انتظام ولازم يكون في توازن. تمام انتظام يعني كان طول رمضان عندنا مواعيد شغل مواعيد راحه، مواعيد شغل مواعيد راحه، انتظمنا. نعم صح. ولهذا بعد رمضان كان يكون في مواعيد فطار مواعيد غدا مواعيد عشاء كده. حضرتك تقصد ان احنا نعمل دايما ميعاد ثابت لكل حاجه، بالظبط مش اللي هو انا مثلا عندي شغل دلوقتي فانا هاخد حاجه سريعه بكره هتبقى بعدها بساعه، النهارده هفطر بالظبط الساعه 1 الظهر. بالظبط نخلي لكل حاجه ميعاد ثابت. بالظبط نعم بالظبط. طب ده يفيدني في ايه يا دكتور؟ ده يفيدنا في ايه يعني؟ ده يفيدك يفيدنا في في ايه؟ ايه؟ يفيدك في ان انت عارف ان اجهزه الجسم المفروض انها كلها منسجمه مع بعضيها تحت اداره المخ والعقل. تمام تمام. ففي اشارات عصبيه بتروح للجهاز الهضمي. تمام لازم يكون في نعم توازن بين الاشارات العصبيه دي وبين الحركه العضليه بتاعه الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي هو عباره عن زي اسطوانه كلها عضلات، تمام ابتداء من البلع للمريء للمعده للامعاء الدقيقه للامعاء الغليظه، كل ده معتمد على الحركه العضليه عشان لغايه لما يحصل اخراج. صح. ده تحت تاثير ايه؟ تحت تاثير المخ، نعم تحت تاثير الاشارات العصبيه اللي بتيجي هنا. عشان كده كلمه القانون العصبي اللي احنا بنقول عليه ان يبتدي لو حصل خلل بين الاشارات العصبيه دي وبين الحركه اللي دي، فلازم يكون في انتظام في الاشاره نعم الاشارات العصبيه وانتظام في الحركه العضليه بتاعه الجهاز الهضمي تمام. عشان يحصل الانسجام دوت. بمعنى ما تاكلش وانت غضبان. ما تاكلش وانت وانت غضبان غضبان. طب طبعا ليه يعني؟ دي ايه ايه برضو يعني الحموضه ده في ناس والجلده. اصلا لما بتتضايق ولا بتزعل بيبدا ان هو يروح ياكل لا اصلا هي يعني. في فيش غل ولا خالص، في ايوه ولا مش عارف ايه بالظبط. وبالتالي هيعيا.
الحموضه هتزيد، التقلصات هتزيد. ما هو كان لما يجي لنا حد يقول لك انا عندي قولون عصبي وكده، اقول له يا راجل هو انت عندك قولون عصبي ولا انت اللي عصبي؟ مش القولون العصبي، انت اللي عصبي. صح. انت اللي اللي بيجي اشاره من المخ للحركه. يعني مثلا اديك مثال ابو توضح حضرتك اكتر. لو واحد متعود الساعه 3 بيتغدى، تمام تمام، هيجي في يوم الثلاثة يخش البيت الساعة يا جماعة 3، قبل ما الساعة يحس انها 3 يحس في معدته انها ايه ابتدت بقى حاسس تصوصو كده، اه عايز اه ايه اه الجوع بدأ يحس ان في مؤشر للجوع. بالظبط كده. تمام. الجسم معتمد على الانتظام، سبحان الله الخالق نعم. العظيم. اللي بيصحى ميعاد معين ممكن ما يظبطش المنبه، هيصحى في الميعاد هيصحى بتاعه في نفس الميعاد. صح. طالما اتعود على حاجة معينة. الجسم مبني على الايه؟ على الانتظام. تمام. والتناغم والتناصر دون مطلوب جدا. فبالتالي التهيئة دي، عشان كده التهيئة ان احنا يبتدي عقبال ما تيجي الاشارات العصبيه كده هو للجهاز الهضمي، يبتدي فتحه الفؤاد اللي فوق دي هتتفتح، فتحه تمام البايلورس بالنسبه للمعده، في فتحه دخول وفتحه خروج، تمام صحيح. فتحه خروج تقفل وفتحه دخول تدفع، تمام فبالتالي الاكل يخش. صح لو ما فيش تناسق ما ينفعش. بالظبط. صح. نفس الحكايه حتى في القولون، احنا كنا بنتكلم على القولون العصبي. نعم. ان لو ما فيش تناسق، انا كان عندي صور بس للاسف ما كانش امكانيه ان احنا نعرضها، نعم تمام. تبين لك ان في المفروض ان الحركه الدوديه بتاعه القولون لغايه لما يتم الاخراج لازم تكون منتظمه. هو حضرتك يعني من الكلام ان احنا نقدر نقول ان يعني احنا خلينا ننتقل بقى لموضوع القولون، لان المواضيع المهمه جدا واللي الناس بيعانوا منها في خلال الفترات اللي زي اللي احنا فيها برضه، ما بننتقل من عادات معينه لعادات اخرى. حضرتك تقدر نقول ان القولون هو عرض مش مرض؟ يعني القولون العصبي عرض وليس مرض؟ كلمه مظبوطه 100%. نعم. القولون العصبي بالحقيقة العلمية هو قولون سليم، تمام، لكن مرتبك فسيولوجيا، مرتبك وظيفيا، يعني اناتومي تشريحيا هو قولون سليم. نعم. لكن مرتبك وظيفيا بالظبط، هو ده تفسير وده اهم حاجة. ان احنا لما نيجي نعالج القولون العصبي لازم نعمل ري اشورنس للمريض، ااكد له واطمنه انك انت سليم. تمام. الحكاية كلها بس عايزين اعادة ايه تظبيط الامور. نعم. فلما بتلاقي صور كده هو تلاقي حته منقبضه، حته منتفخه، حته منقبضه، هيخرج ازاي؟ اذا كان هنا منقبض وهنا منقبض والفلوس انتفخت، صح، هيخرج ازاي؟ وده اللي يسبب ساعتها بقى اللي هو اصوات البطن والالم الغازات والاصوات وكده هو، ومفيش خروج وامساك اكتر وكركبه واصوات ووجع في بطن كده. فشوف شهر كامل عمالين نعود نفسنا مواعيد اكل مظبوطه، صحيح، اكل براحه نفسيه مرتاحه، جهاز الهضمي مرتاح 24 ساعه، بعدين هنبدا بقى حتى الاكل بطريقه معينه، يعني حتى الاكل الاكل برضه بطريقه معينه. نعم بالظبط، حتى الاكل فعلا هيئ نفسك الاول وبعدين تاكل. صح. احنا المطلوب ان احنا النهارده اخر يوم في الدرس، تمام، بكره ان شاء الله هنبدا تطبيق. نطبق اللي احنا عملناه دون، المفروض نعم. ان احنا نطبقه على خير وكده هو يكون نظام الاكل بتاعنا زي ما اتعلمنا، تمام، طريقه الاكل بتاعتنا يكون فيها راحه نفسيه. ما ينفعش ناكل واحنا مستعجلين، لا، الاكل لازم يكون فيه راحه نفسيه. عارف اقول لك ايه؟ كل بالهنا والشفاء، تمام، عشان تبقى فيه اكل هنيه. الاكل هنيه دي في وسط مجموعه كده، او يبقى انت يعني محتاج في صح بيتك مش عارف كده هو، واخد بالك؟ لكن ما ينفعش الاكل ان هو مجرد عن بنشحن العربيه بنزين يعني هو. صحيح. لا، احنا بني ادمين يعني، في روح وجسد، في تناغم يعني بينهم. تمام. فابتداء من بكره رجلينا هتبتدي تلمس الارض، هنبتدي نعيش حياه تانية. نعم. الاكل هيبقى بالنهار مش هيبقى بالليل، لكن ما ننساش الدروس اللي احنا طول الوقت دي اتعلمناها واخدينها. ويعني ما فيش مانع برضو، يعني يمكن حتى من السنه ان احنا نصوم اثنين وخميس، برضو من الحاجات اللي هي الجميله جدا. يعني ايوه، خصوصا يمكن حتى بعد الفتره بتاعه رمضان والعيد، دايما عندنا برضو من ضمن السنه ان احنا نصوم السته البيض اللي هو السته من شوال. فيعني عارف يا محمد، نفس الفكره بتاعت ان احنا كنا محلقين، نعم، على ارتفاع كبير وعايشين حياه كويسه جدا طول الرحله بتاعت رمضان. شهر رمضان كانه شهر رحله. صح. ماشي. هل الطياره لما بتنزل مره واحده ولا لا؟ بتنزل طبعا بالتدريج؟ تدريجي طبعا. وكان الصيام السته البيض دون علشان تنزل هو ده بالتدريج، التدريج. ان انت ما تقطعش صلاتك بالصيام خالص واحده، لا، بالتدريج، عشان ايه؟ بترجع تصوم وايه وتعيش كام يوم كده. ممكن تصوم 6 أيام البيض ورا بعض، ممكن تصوم متقطعين، بس كمان تمام. نفس الحكايه اللي هي النزلات نزلات نزلات لغايه ما ايه تبتدي تستمر في حياتك. تمام. بالظبط. طيب دكتور صبحي، عايزين بقى نتكلم، بما اننا خلاص هنبدا بقى العيد بكره، فالكحك المفروض ان هو موجود في البيوت من دلوقتي.
تمام. الكحك ده ليه اضرار؟ يعني اكل الكحك والاسراف فيه برضو، لان ده بيحصل كتير جدا، وخصوصا بقى الانواع كتير قوي بقى من الكحك، وفي ناس ما تبقاش كحك بس، تبقى كحك وكنافه نوتيلا ومانجا فالحاجات دي كلها ليها اضرار دلوقتي، الاسراف منها هيبقى ليه اضرار علينا؟ شوف، في حاجات اصبحت دلوقتي معروفه علميا ومعروفه على مستوى واسع جدا، اللي هي نسبه الدهون الزياده بتضر. يعني لازم يكون في الاكل بتاع الواحد 50% سكريات ونشويات، حوالي 30% بروتين، ما يزيدش عن 10-15% دهون، وبقيه العناصر الثانيه في 5% الباقيه. تمام. خلال النسبه دي المفروض الواحد ايه يكون محافظ على اكله. نعم. اللي بيحصل ان كحك معناه نسبه دهون وزبده وسمنه ومش عارف ايه كثيره جدا. تمام. سكريات عاليه جدا. تمام. انت عارف السموم البيضاء اللي هو السكر الابيض والملح الابيض والدقيق الابيض الفاخر والحاجات دي، كل ده عباره عن كحك وبسكويت وريبه وحاجات دي. صح. جدا. ماشي. فكلوا ولا تسرفوا. نعم. يعني المفروض الحاجه على قدرها، على قدرها، كلوا ولا تسرفوا، هنأمن نفسنا. نعم. انما هننسى نفسنا لا، هيبقى كده احنا ايه بنضر نفسنا. فالكحك والبسكوت والحاجات دي بدون شك شيء كويس وشيء مناسب في وقته، لكن ولا تسرفوا. تمام تمام. حتى يعني هو الحديث بتاع الرسول بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبة، فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، يعني كل حاجه لازم ليها الكميه المظبوطه بتاعتها. تمام. طيب دكتور صبحي، دلوقتي بالنسبه لمرضى السكر، خلي بالك من الكلمه. نعم. اتفضل. حديث الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام تدينا نقطه ثانيه. يعني احنا دلوقتي قلنا نوعيه الاكل اللي فيه دسم زياده او تمام. سكريات زياده، هناكل بس مش هنكتر. تمام صحيح. النقطة الثانية حديث أنت ذكرته دلوقتي، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه. الحقيقة الحديث ده موسوعة طبية كبيرة وكلام فيه كتير قوي قوي. صحيح. المجال مش هيسيع، بس نرجع كده إيه، إن بدايته إيه؟ بحسب ابن آدم لقيمات. نعم. دي البداية، بحسب ابن آدم لقيمات. صحيح. فإن كان ولا بد فعلا. تمام كده؟ نعم. فعدم الامتلاء. يعني هناخد من الحديث ده بحسب ابن آدم لقيمات وعدم الامتلاء وكله ولا تسرفه. يعني لا نقدر نقول ان هو لا تجعل نفسك تشعر بالشبع المطلق. طبعا. تمام. طبعًا. تمام. يعني انا لازم يكون فوق الجوع وتحت الشبع. نعم. كان يعني كده ده يعني يقول لك ايه الافضل، وده فعلا الافضل صحيا. صحيح. يعني مستحيل حد هيخش مباراه كره قدم ولا سباحه ولا حاجه كده وبطنه مليانه. صح. الامتلاء لا. تمام تمام. طيب دكتور صبحي، عايزين نعرف بقى تاثير الكحك والحاجات دي كلها على السمنه بقى. يعني دي من الحاجات برضو المهمة قوي، خصوصا ان هو برضو في رمضان بعض الناس كتير او مش بعض، يعني ده نسبة كبيرة بتطلع اصلا الوزن زايد. يعني يمكن احنا كنا قاعدين بنصوم وبنفطر بمواعيد وكده، ولكن كان في عندنا عادة الحلويات، القطايف بقى والبسبوسة والكلام ده والكنافة والحاجات دي كلها، فبالتالي بتزود الوزن. فاحنا عايزين نعرف تأثير بقى الكحك والحاجات اللي هي زي الكحك والبسكوت والسمنة والحاجات دي كلها على والبسكوت والغريبة على السمنة. هو طبعا بدون شك احنا عندنا الدهون، في باختصار كده في عندنا دهون ثابته. نعم. وفي دهون متحركه. نعم. ماشي. الدهون الثابته اللي هي تحت الجلد، يعني لما تشوف حد تقول له انت سمين كده، هو ده نتيجه ان في دهون مترسبه تحت الجلد وتحت البطن وكده، هو فدي بيسموها دهون ثابته. تمام تمام. كل ما هياكل زياده كل ما الدهون المخزون هيروح فين؟ هيروح على الاماكن دي. تمام. فهيبقى الراجل ما شاء الله بعد كده زي الكوره كده ما شاء الله. بالايرباك بقى. فالحكايه مش مستحيل، يعني المفروض ان في رمضان ابتدينا نحاول ان ايه نقلل الدهون. صح. نحركها شويه. الدهون المتحركه اللي هي ايه لسه واكلها جديده او حاجه زي كده، بتبتدي الجسم يستخدم واحدة مصدر طاقه. نعم. انا اديك معلومه صغيره كده، الاكل اللي بناكله كله مهما كان انواعه، دهون سكريات بروتينات، مهما كان انواعه كله لازم يروح على الكبد. يروح على الكبد لازم. بعد ما بيتم الهضم بيتم الامتصاص في الوريد البابي، كل ما تم امتصاصه لازم يروح على الكبد بما فيه الادويه. تمام. كل ما تم امتصاصه هيروح على الكبد. الكبد بيعمل فلتره، بيفلتر، بيديك بقى على حسب حركتك وطاقتك. طب والباقي؟ يخزنه. هيخزنه. تمام. وهو ده اللي يبقى سبب السمنه بقى. بالظبط. عشان كده دايما يقولوا اللي عايز يخس ياكل سعرات حراريه اقل من اللي بالزبط. هيحرقها في اليوم. بالظبط. عشان ايه؟ عشان تضطر الجسم يبتدي يجيب، هو يعني انت لما تقلل السعرات الحراريه وتزود حركتك، يعني تعمل تمام. رياضه
مع ريجيم وبتقلل الاكل بتاعك اللي هو الانبوت اللي داخل، نعم، وبتكتر الاوت بوت اللي هو الخارج بالطاقه والحركه وكده، بتخلي الجسم يضطر ان هو يبتدي يحرك الدهون اللي كانت ثابته دي اللي هو مخزنها اصلا، اللي هو كان مخزنها اصلا، نعم تمام ماشي، وهيبتدي يبتدي ياخد الايه من الاسهل في الاسهل، ماشي، فبالتالي ايه يبتدي الشخص يحس انه بيخس، تمام ماشي. فلو كل زياده وكل دهون وكل حاجات زي كده معناه ان احنا عملنا حاجه ضد نفسنا، نعم. فاحنا بنرجع نقول لا، ارجع بس النقطة ايه بتاع ان قلت لك ان كل ما كلناه بما فيه الدهون الزياده والحاجات بيروح الدسمه، الكبد، وخلي بالك كل ما هو ضار فهو طعمه حلو، يعني كمان يحطوا السم في ايه؟ للاسف في العسل في العسل. للاسف فنكون حريصين في ان احنا نعرف ان الحاجه اللي هي هتهوى لنا نفسنا قد تكون فيها ضرر، نعم ماشي. فبالتالي ما نكترش، لان جزء من الدهون دي هيضر الكبد، تمام. احنا عندنا الكبد الدهني ده مشكله كبيره طبعا، مين اللي يرضى ان يكون الكبد بتاعه يبقى يعني ايه الدهون مكسره من جوه، مكسره الخلايا بتاعته من جوه، فبالتالي ومشكله درجه، يعني مشكله درجه عند كتير قوي من الناس. ولا اصرفوا، وبحسب ابن ادم لقيمات الدين بتاعنا، هو كان شهر رمضان كله ده شهر دين عشان نقيم حياتنا، نعم نقيم صحيح حياتنا، ما صحيح. يفعل الله بعذابكم، هو ما كانش ان ده الهدف ده ان احنا نعيش اصحاء ونعيش مرتاحين ونعيش في علاقات كويسه مع بعضنا، ما كانش فايده رمضان. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله بحاجه ان يضع طعامه وشرابه، معنى الحديث صحيح، ماشي، لان يعني هو الهدف مش ان انت تسيب الاكل والشرب بتاعك، هو الهدف انك انت تقيم حياتك، نعم، يبقى حياتنا كلها ايه بالطريقه الصح. تمام تمام. احنا دكتور صبح يعني للاسف انتهى وقت حلقتنا سريعا، ويعني كان في مواضيع كتير عايزين نتكلم فيها، وهي اصلا تبقى فرصه ان حضرتك تبقى معانا، يعني ده شيء جميل جدا. يعني للاسف انتهى وقت الحلقه سريعا. في نهايه الحلقه بشكر دكتور صبحي محمود استشاري البطنه والكبد، شكرا لحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا محمد. كذلك بتوجه بالشكر للساده المشاهدين، واتمنى نكون قدرنا نفيدكم، وكل عام وانتم بخير وعيد فطر سعيد عليكم اجمعين. كان معاكم محمد حمدي، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.